وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا بك. يعني جهود كبيرة بتقوم بها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كيف تسهم الجهود المصرية في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني؟ يمكن في الحقيقة أنا وجدت السيد الرئيس من أول يوم بدأت أو اندلعت هذه الأحداث في قطاع غزة كان في توجيهات من القيادة السياسية لجميع مؤسسات وكيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدعم أهالينا في فلسطين وفي قطاع غزة بشكل محدد بشكل دوري، ويمكن كان منتظم كل أسبوعين بمئات الشاحنات من المواد الغاثية والمساعدات الطبية والغذائية، أيضا دعم بشكل كبير في إنشاء المخيمات و استقبال الجرحى، وايضا تقديم بعض الاجهزه الخاصه بالمستشفيات والمراكز الطبيه، وده الحقيقه بيساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناه عن كاهل الجرحى والاسر اللي فقدت منازلها وشردت بعد اندلاع هذه الحرب اللي يمكن بيعاني منها اهالي القطاع بشكل كبير، وده دور القياده المصريه في مثل هذه الازمات في كل الدول المحيطة بجميع الحدود المصرية، ودور المجتمع المدني المصري اللي بيدعمه كل الشعب المصري من التبرعات والمساندة والثقة والشفافية في التعامل. نعم، طب يعني أبرز المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة طبقا لاحتياجاتهم؟ هي يمكن طبقا للاحتياجات من الغرفة المركزية للأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيتم رصد احتياجات من المواد الغذائية يمكن في احتياج شديد ليها بشكل يومي من المواد الغذائية في محتاجينها بشكل دوري، المواد الطبية والإغاثية، المخيمات المطلوبة، أيضا بعض المستلزمات الأعشية لأهالينا داخل القطاع في كل الخيم أو الأماكن اللي تم النزوح ليها في رفح الفلسطينية. الأستاذ مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.